أخبار الجامعات المغربية بإيجاز من استوديو قناة كومبوس ماروك تيفي، مرحبا بكم. قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي يومه الجمعة 25 نوفمبر 2022 عرضا أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، خصص لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي برسم السنة المالية 2023. وتناول السيد الوزير في عرضه ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتطور مؤشرات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والأوراش الاستراتيجية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باكت إسغي 2030 إلى جانب المحور المتعلق بمشروع الميزانية برسم سنة 2023. نظمت جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء محاضرة ألقاها البروفيسور تود روسنغارت حول موضوع العلاج الجيني لمرض الشريان التاجي المتقدم، المرحلة الثانية من التجربة الدقيقة، نتائج مشجعة للمرضى، لا يوجد خيار، ومساعدتهم على تحويل مسار الشريان التاجي. وقد حضر هذه المحاضرة عدد من الطلبة والباحثين في هذا الميدان. توجت المدرسة العليا للتكنولوجيا بلقب الدوري الجامعي المحلي لكرة القدم المصغرة ذكور وإناث، والذي نظمته جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يوم السبت 29 نوفمبر 2022 بالمركب الرياضي الجامعي طريقة جديدة. وعرف الدوري مشاركة عدد من الفرق المنتمية للمؤسسة الجامعية التابعة لجامعة الحسن الثاني. بمناسبة الأسبوع الوطني للرياضة الجامعية، نظمت إدارة الحي الجامعي لمراكش دوريات كرة القدم المصغرة ودوري في كرة السلة إناث، وذلك بالحي الجامعي بجليز. وقد عرفت هذه الدوريات مشاركة عدد من الفرق وتميزت بمستوى تقني وفني وتنظيمي جيد. نهاية موجز الليلة، إلى اللقاء.